شلتنا. لو انك متزوج كان شوف شوف كان عندك بنت كبرى. شوف ماما الدعم التاسع عندي. وين وين هي الدعم التاسعة؟ التاسعة وين الدعم التاسعة؟ شلون يوزر يعني اشوف. هلا ماما كيف حالك يا خالة؟ ضفت امش قد امش صديقتي. كيف حالك يا خالة؟ لا تحتك في ماما تبع صديقتي حتى ولو صديقتي. وش تبغين؟ حتى ولو حقتي. وش قلنا لك؟ انا قلت لك اني حقتي مامتش مامتش تصير خالتي. اللي يتحكحك في ماما اقرب اسناني. ما تحكحك تحكوا لحية شفي جدار. ما حكحكت في امش. ايش تحكحكت في امي؟ حقتي حقك. ليش وش ما قلنا شيء؟ حتى ولو ما حد ما حد. طب اتحداش تقولي خلاص. طب اتحداش تقولين دجاجه دجاجه دجاجه. طب اسمي دجاجة. طب اسمي عندي مطعم بعد. تعرفين مطعم مضبيكم اللي في جده؟ مضبيكم لا سود الله وجهش يوم انك ما تعرفين مطاعمي. مطعم مضبيكم ما شاء الله من افضل المطاعم اللي يبيعون دجاج ورز. نعم ويبيعون مضبي. جربيه اليوم يا خاله. اطلبي من مضبيكم اليوم. امش اسال امش اسال امش. ها دحين تكتب كومنت. ماما ردي لو سمحتي. ماما ردي عندي. ماما ليش ردي عنده؟ ردي عندي. ماما ردي عندي. ليش الحركه هذه؟ ماما ليش ردي عندي؟ ماما ردي عندي. طب اسمعي والله سالفه الدجاجه والله ما اقولها. تدرين ابوي قد خبطني بدجاجه هنا في راسي؟ زين اقسم بالله ابوي قد خبطني بدجاجه في راسي. ها تفقشت؟ اي تفقشت. انا تفقشت. من اللي فقشش؟ من الحادث هذا. انت احمد ربي ما عندك ابوي يخبطك بدجاجه. انا ابوي يخبطني بدجاجه ثالجه عادي والله. والله انت